نقصوا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ودعوته، ويوجد عندنا في أمريكا من يقول بهذا، والسؤال ماذا تعرفون عن الشيخ ودعوته؟ نعم، بسم الله. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى عرفته بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شيخا من أكابر علماء الحديث، وأيضا من محبي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والداعين إليها، وله كتب قيمة، نعم، من أحسنها بين الإمامين مسلم والدارقطني. ثم بعد ذلك سافرنا إلى اليمن، وعرف عن كثير من الحزبيين، بعضهم لأنه كان مزاملا له كعبد الرحمن عبد الخالق، وبعضهم لأن الشيخ ربيع كان من الإخوان المسلمين فعرف ما عليه سيد قطب وما عليه حسن البنا، نعم، وما عليه كثير من الإخوان المفلسين، فقام بكتابات قيمة، أسأل الله يجزيه خيراً.